حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. بدرية رأفت، قررت منذ طفولتها أن تصبح فنانة، فعملت في الفن منذ نعومة أظافرها، وعندما اكتسبت خبرة معقولة أصبحت من رواد العمل الفني والسينمائي على وجه الخصوص. إنها الفنانة بدرية رأفت، الكثير يعرفها من وجهها السينمائي من خلال أعمالها الفنية القليلة، أما باقي تفاصيل حياتها فهي مجهولة نوعا ما، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال حلقة اليوم، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولدت الفنانة جوزفين جورج سيركيس التي عرفت باسم الفنانة بدرية رأفت في محافظة أسيوط في 26 من ديسمبر عام 1920. نشأت الفنانة بدرية رأفت وتعلمت في مدارس نوتردام بمحافظة أسيوط، وهي مدارس موجودة بأسيوط إلى الآن. عملت في مجال السينما وهي ذات 7 سنوات فقط، حيث كان أول أدوارها السينمائية في فيلم قبلة في الصحراء. مثلت طوال مسيرتها الفنية في 10 أعمال فقط، منها فاجعة فوق الهرم، صلاح الدين الأيوبي، عريس الهنا، كليوباترا، وكان فيلم اللقاء الأخير هو آخر عمل اشتركت فيه. تزوجت الفنانة بدرية رأفت من الفنان بدر عبد الله إبراهيم الأعمى الشهير ببدر لاما، وهو أحد الأخوين لاما المنحدرين من أصول فلسطينية والمهاجرين من تشيلي إلى مصر، ومن أوائل من عمل بالسينما في مصر، وأسس شركة كوندور فيلم التي كان نشاطها في الأسكندرية عام 1926. قامت الفنانة بدرية رأفت بالعمل مع زوجها بدر لاما في العديد من الأفلام السينمائية، بل جاء اسم بدرية رأفت عن طريق زوجها بدر لاما حيث اختار لها هذا الاسم. بعد عمل الفنانة بدرية رأفت في العديد من الأفلام مع زوجها بدر لاما، ساءت أحوال الفنانة، فتوفي زوجها في 1 أكتوبر عام 1947 بذبحة صدرية مفاجئة عن عمر ناهز 40 عاما. بالإضافة إلى ذلك حدث حريق هائل باستوديو لاما المتواجد في حدائق القبة حين ذاك، وأدى إلى القضاء على جميع المحتويات المتواجدة في الاستوديو من معدات سينمائية وأشرطة الأفلام وغيرها. فقامت الفنانة بدرية رأفت باعتزال الفن عام 1947. عقب هذا قام إبراهيم لاما بإنهاء حياته بمسدس بعد أن استخدمه في رحيل زوجته اليونانية عقب حدوث خلافات زوجية بينهما أساسها الغيرة، فقام بإنهاء حياته. عادت الفنانة بدرية رأفت إلى العمل مرة أخرى بالسينما المصرية بعد أن أعادها المخرج والسيناريست سيد زيادة في فيلم اللقاء الأخير، لتكون أحد أبطال الفيلم مشاركة مع الفنانة زهرة العلا والفنان عماد حمدي والفنان محسن سرحان. لم يلاقي الفيلم أي نجاح بين المشاهدين، فقامت الفنانة باعتزال الفن نهائيا وقررت الهجرة إلى كندا مع بناتها، كما قررت الاستقرار بكندا وتكريس حياتها للقيام بشؤون بناتها وأحفادها. رحلت الفنانة جوزفين جورج سيركيس المعروفة ببدرية رأفت بمدينة مونتريال التابعة لكندا عام 2009 عن عمر ناهز 89 عاما، دون وجود أي اهتمام إعلامي لواحدة من أوائل الفنانين في تاريخ السينما المصرية. كان معكم رشا رجب.
إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.